السلام عليكم ورحمة الله. الأزهر في أسبوع نقدمه لكم من المركز الإعلامي للأزهر الشريف وأبرز ما فيه. الأزهر الشريف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي. الإمام الأكبر يبحث مع وزيرة التضامن الاجتماعي سبل التعاون المشترك بين الأزهر والوزارة. وكيل الأزهر يعلن تسليم الكتب الدراسية من أول أسبوع وامتحان تجريبي لامتحانات الكتاب المفتوح في مارس. في رابع رسائلها حملة نصيبا مفروضا تناقش أحكام الوصية الواجبة وشروطها. أهلا بكم من جديد. هنأ فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في دورته 32. ويؤكد الأزهر أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تأتي في وقت تخطو فيه القارة الإفريقية خطوات طموحة نحو الوحدة والتنمية الشاملة، منوهاً بما تمثله رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي من نجاح كبير للدبلوماسية المصرية وانعكاس لريادتها الإفريقية ودورها المحوري عربياً وإقليمياً ودولياً. ويؤكد الأزهر الشريف على استمراره في دعم التحركات المصرية في قارة إفريقيا من خلال مبعوثيه المنتشرين في مختلف دولها وقوافله الدعوية والإغاثية والطبية التي تجوب العديد من بلدانها، وجهوده في تدريب الأئمة الأفارقة على التصدي للأفكار المتطرفة وتزويدهم بالمنهج الأزهري الوسطي، فضلاً عن آلاف الطلاب الأفارقة الذين يدرسون بمختلف مراحل التعليم الأزهري ويعدون سفراء لمصر وللأزهر الشريف. استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث سبل التعاون المشترك بين الأزهر والوزارة. وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر يحمل على عاتقه مسؤولية اجتماعية تجاه مختلف فئات الشعب المصري وخاصة الفقراء والمحتاجين، وأنه مهتم بتقديم المساعدة من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري ومستشفيات الأزهر الجامعية أو من خلال مختلف آليات الأزهر ووسائله الدعوية. وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لجهود وزارة التضامن وتعاونها المستمر مع الأزهر الشريف في خدمة المجتمع المصري، مشدداً على ضرورة دعم ورعاية الأطفال الذين يعيشون بلا مأوى وحمايتهم من الاستغلال والعنف والانحراف ورفع درجة الوعي لدى المجتمع المصري بحقوق المرأة والطفل. من جانبها أشادت وزيرة التضامن بدور فضيلة الإمام الأكبر في مجال رعاية الأطفال الذين يعيشون بلا مأوى، وقدمت لفضيلته عرضاً بنتائج التعاون بين الأزهر الشريف والوزارة في العديد من القضايا الاجتماعية. التقى فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف برؤساء ووكلاء المناطق الأزهرية ومدير الإدارات التعليمية بالأزهر. وصرح وكيل الأزهر بأن تسليم الكتب الدراسية سيكون في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، منبها على ضرورة التزام المناطق الأزهرية بتوزيع الطبعات الحديثة للكتب للطلاب، وأنه سيتم عقد اختبارات تجريبية لنظام امتحانات الكتاب المفتوح على الصف الأول الثانوي وذلك في شهر مارس المقبل، ونشر نماذج لتدريب المعلم والطالب على هذه النوعية من الأسئلة عبر بوابة الأزهر. وأكد فضيلته على المسؤولين عن التعليم بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية على الاستفادة من إحصاءات نسب النجاح الخاصة بالمعاهد في العمل على رفع كفاءة المعلمين والطلاب ووضع خطط لتحسين الأداء داخل المعاهد التي تنخفض بها نسبة النجاح، مشيرا إلى أنه قد تم تصميم نماذج ورقية لهذا الغرض. أطلق المركز الإعلامي بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية رابع رسائل حملة نصيباً مفروضاً التي تستهدف تسليط الضوء على فلسفة الميراث في الإسلام والأحكام الشرعية المرتبطة بها
من خلال مقاطع فيديو تنشر على صفحة الأزهر الرسمية على فيسبوك. وتناولت الرسالة الجديدة الوصية الواجبة مبينة الحكمة من مشروعيتها، وأنها شرعت من أجل الحفاظ على تماسك الأسر وحماية الأحفاد من الفقر والاحتياج، كما توضح نصوص القانون المتعلقة بها. ويوضح الفيديو الشروط الواجبة توفرها لاستحقاق الأحفاد للوصية الواجبة وكيفية تطبيقها، كما توضح الرسالة الحكم الشرعي حينما تجتمع الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية وغيرها من الأحكام المرتبطة بها. ختام هذه الجولة وأبرز ما جاء فيها: الأزهر الشريف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي. الإمام الأكبر يبحث مع وزيرة التضامن الاجتماعي سبل التعاون المشترك بين الأزهر والوزارة. وكيل الأزهر يعلن تسليم الكتب الدراسية من أول أسبوع وامتحان تجريبي لامتحانات الكتاب المفتوح في مارس. في رابع رسائلها حملة نصيبا مفروضا تناقش أحكام الوصية الواجبة وشروطها. ختام هذه الجولة قدمناها لكم من المركز الإعلامي للأزهر الشريف. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة البوابة الإلكترونية للأزهر، كما يمكنكم متابعة الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.